في الوقت الذي يؤكد فيه بنك الجزائر المركزي مصادقته على القانون الجديد الذي يسمح للمرة الأولى في الجزائر بإنشاء مكاتب صرف معتمدة تجد على بعد أمتار في ساحة بورسعيد وسط العاصمة شبابا يلوحون بالعملات الأجنبية في أيديهم لكل راغب في الشراء والبيع. هذه الوضعية دفعت برلمانيين من لجنة المالية والميزانية للمطالبة بإصدار نصوص تنظيمية لتفعيل قانون مكاتب الصرف. ننتظر النصوص التطبيقية للإسراع في العمل بها وتوسيعها واستحداث مكاتب منظمة. نرى أن السوق الموازية اللي موجود في السكوار أو في عدة أماكن من الوطن نرى غير أمينة، ونراها غير أمينة على المواطن وعلى أموال المواطن. ونصت عدة قوانين سابقة بما فيها قانون النقد والقرض لعام 2016 على إنشاء مكاتب صرف معتمدة، لكن بقيت تلك التوصيات حبرا على ورق. وحتى في حال تجسيدها يرى برلمانيون أن فارق السعر الذي يقارب نسبة 35% بين السوق الرسمية والسوق السوداء سيرجح كفة هذه الأخيرة. إذا كان فارق كبير بين السوق الوطنية بين السوق الرسمية والسوق السوداء راح يشجع الناس تروح السوق السوداء، أما إذا كان الفارق بسيط جدا بين السوق الرسمية والسوق الموازية أنا نظن يعني المواطن راح يلجأ إلى المكاتب الرسمية من أجل محافظة المال. وأكد بنك الجزائر المركزي أن مجالات نشاط مكاتب الصرف ستشمل أيضا تقديم خدمات منحة الصرف لفائدة الجزائريين والمقيمين من أجل الرحلات السياحية أو المهنية ولدفع تكاليف إجراء دراسات في الخارج. ويقدر خبراء الكتلة النقدية الموجودة في سوق الصرف السوداء بقرابة 10 مليارات دولار، فهل تنجح الإجراءات المتخذة في تنظيم القطاع أم أن التيار المقاوم للتغيير سيتغلب مرة أخرى؟ حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.